فيما يخص موافقة سيدي خادم الحرمين الشريفين القاضي بزيادة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، بإذن الله سيتم ابتداء من الساعة 3:00 من يوم غد الخميس بمساندة الجهات العسكرية تنفيذ التالي: منع سكان مناطق المملكة 13 من الخروج منها والانتقال لمنطقة أخرى، منع دخول الخروج من مدينة الرياض، مدينة مكة المكرمة، كذلك مدينة المدينة المنورة. وسنعلن لاحقا اليوم إن شاء الله في مؤتمر في الساعة 7 عن تفاصيل حدود هذه المدن الثلاثة. تقديم وقت بدء منع التجول من الساعة 7 حتى الساعة 3 لمدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة. أؤكد تقديم منع التجول بدايته من الساعة 7 مساء، وسيكون الساعة 3 من عصر غد الساعة 3 في مدينة الرياض ومكة والمدينة.